عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناتي حبيبتي صديقتي عزيزتي. إذن اليوم جيت باش نشارك معكم يومي كامل في الوجبات الخمسة الصحية اللي راح تشوفوها الآن في الفيديو بإذن الله، وبعدين راح نرافقهم بال الخبز العربي اللي هو بيتا بريد، الخبز المنفوخ والفارغ من جوا، وراح تشوفوه. اذا هنا هذا فطوري الصباحي اللي هو الشوفان بحليب الصويا مع المكسرات اللي هو الجوز والتمر وحبيبات من الفراولة مثل ما انتم شايفين، وشاي مع شريحة الليمون. فطور صحي رائع ومشبع جدا جدا. وهنا مثل ما انتم شايفين هذا السناك بتاعي، يعني الوجبة الصغيرة اللي بين فطور الصباحي والغداء. عندي شرايح من البرتقال راح اطبقهم القرفة، ومثل دايما الشاي مع شريحة الليمون. وهلا نروحوا نطبخوا الغداء اللي راح ناكله بإذن الله في الفطور. الغداء عندي ملعقتين من زيت الزيتون، نحط معهم الثوم والبصل، نشوحهم في زيت الزيتون. بعدين ضيف الفلفل الأخضر الحلو الرومي والباذنجان الكوسة، ونخلطهم كلهم مع بعضهم. بعدين نضيف الطماطم ونخلطهم مع بعضهم كويس. بعد ما يتقلوا قليلا راح نضيف البقية اللي هو الدجاج، صدر الدجاج. كان عندي قليلا هيك من صدر الدجاج فقلت يلا نضيفه، والتوابل اللي هو الملح الإكليل والحبق والزعتر، ونخلط كثير مليح. وبعدين في الأخير لما تستوي راح أضيف جبن الريكوتا اللي كان تقطع عليها الفيديو ما تصورش كيف أضفته. هذا هو الطبق الأخير، والآن نروحوا نشوفوا طبق الغداء اللي راح إن شاء الله أخذه، يعني طبق كامل متكامل مثل ما أنتم شايفين. هذا هو الطبق جاهز، عندي شوية برغل، سلطة، خضرة ريش، طماطم، وحبيبات قليلة يعني من الزيتون. وهذا مثل ما تشوفوا سناك الخفيف اللي بين الغداء والعشاء، يعني بين 3:30-4 ساعة، حليب السوجة وثلاث حبات من التمر. وهذا عشائي اللي هو عبارة عن زبادي، يعني يوغورت، بلين يوغورت مع حبيبات بذور الشيا والفراولة،
وبالطبع يكون دايما وجبات مختلفة. إذا نروح إلى طريقة صنع الخبز العربي ومقاديره، ويعني تبعوا فقط التطبيق يعني خطوة بخطوة، إن شاء الله راح تنجحوا فيه ما شاء الله يعني وبإذن الله. إذا المقادير هي دقيق القمح الكامل 3 كؤوس، عندنا ملح حسب الرغبة، كاس حليب دافي، ماء دافي، 4 ملاعق من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من سكر البني، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز الخميرة الفورية، وملعقتين من السميد. هذه هما المقادير، ويلا نروحوا نشوفوا طريقة تحضير الخبز. اذا اول شيء هنا راح نبلش بالنواشف بالاول، وبعدين بروح اعجنها يعني نكمل بالسوائل، عجنها بالعجانة، راح تشوفوا معايا كيف راح يكون قوام العجينة ان شاء الله. إذن هذا هو قوام العجينة، يعني تكون لينة مش كتير كتير ومش كتير يعني قاسحة، يعني هذا هو القوام تبعها. إذن راح نتركها لترتاح ويعني تنفش بإذن الله. اذا هيا شوفوا كيف صار حجمها. هلا راح يعني انزل شوي الغاز اللي فيها، وبعدين بقسمها الى 6 اقسام. انا راح اعمل 6 خبزات يعني يكونوا كبار شويه، نعملهم كريات ونخليهم يرتاحوا شي 10 دقائق.
إذن بعد ما ارتاحوا 10 دقائق راح أبلش في بسط الخبزات، نبسطها يعني على سمك يعني شي 5 ملم، يعني 1 سنتيم تقريبا، ونخليهم كذلك يرتاحوا قليلا، لأنه الخبز هذا لازم يرتاح مرتين مشان ينفش معكم، مشان يكون منفوخ لازم يرتاح مرتين، يعني ياخذ وقته مشان يختمر. وتابعوا المراحل كيف بتكون ان شاء الله. اذا بعد ما شفتوا السمك اللي لازم يكون عليه العجين، نخليه يرتاح واحد شي 20 دقيقة، وبعدين نرجع لهم مشان نبلش في الطهي بتاعه، وان شاء الله تبعوا الخطوات فقط وراح تنشوف الخبز باذن الله. اذا راح ابلش في الطهي تبع الخبز معكم. هنا راح تشوفوا انه راح تبلش تعمل فقاعات. هذه الفقاعات مثل ما انتم شايفين، لما تصير تعمل فقاعات هيك نقلب الخبز مباشره، ونبقى كل مره نقلبه يعني بسرعه، ما نخليش لحتى يتحمر كثير. كل مره نعمل مثل ما انتم شايفين كيف راح ينتفخ، يعني كل مره تقلبه يعني راح يدخل الهواء وينفش الخبز معنا، يعني شيء رائع ما شاء الله. يعني هذه هي كل مره، كل ما تشوفوا الفقاعات اقلبوا الخبز وبعدين خلوه شوي، وبعدين اقلبوا يعني كل مره تقلبوا، وحاولوا انكم تعملوا بهي الملعقه هذه مشان يستووا الحواء. وهذا هو مثل ما انتم شايفين الخبز العربي بيتا بريد جاهز ما شاء الله. شوف كيف نفتحه، راح نفتحه معكم مشان تشوفوا كيف، يعني حتى انه فاضي من تحت. الخبز الاولى كانت سخنه كثير ما قدرتش اني نفتحها، رحت للثانيه، ها هي يعني ما شاء الله مستوي وكل شيء، وبالدقيق القمح الكامل وصحي، يعني تاكلوا على راحتكم. ومع رمضان مع الشوربة وال يعني صراحة ولا أروع، خبز توب توب توب. هذه هي وصفتي تاع اليوم، جوزت معكم نهاري مع وجباتي الخمسة الصحية مشان أعطيكم فقط أفكار، يعني اللي متبعين أكل صحي والخبز العربي إن شاء الله يعجبكم وتطبقوه بإذن الله. وقولوا لنا في التعليق إذا كان أعجبكم ولا لا، أو إذا عندكم أي وصفة حبيتوها نعملها لكم، مش مشكل من عيوني، فقط خلوا في التعليق. وإن شاء الله نتمنى لكم وقت ممتع، ونقول لكم مع السلامة، وشكرا على دعمكم، وشكرا على تشجيعكم، ونتمنى لكم الجميع كل التوفيق حبيباتي، مع السلامة.